أخبار السادسة وفيها تتابعون. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن اللائحة النهائية للناخبين وتوزيعهم على مكاتب التصويت في رئاسيات يونيو 2019. المترشحون لرئاسيات يونيو يكثفون نشاطاتهم الدعائية قبل أقل من أسبوع على موعد التصويت في رئاسيات يونيو. وتتابعون أيضا، المرأة الموريتانية غائبة عن لائحة المترشحين، حاضرة في خطاباتهم وحملاتهم الدعائية. أهلا بكم إلى أخبار السادسة من ساحل تي في. أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اللائحة النهائية للناخبين الذين سيصوتون في انتخابات 22 يونيو، وكذا عدد المكاتب والمسجلين على اللائحة الانتخابية الذي تمخض عنه الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي الذي نظمته اللجنة الانتخابية في 24 أبريل. وتشير أرقام اللجنة إلى أن نسبة الشباب تمثل أكثر من نصف المسجلين على اللوائح الانتخابية. عبد الله النهي. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تضع اللمسات الأخيرة قبل أقل من أسبوع على انتخابات 22 يونيو، فقد أصدرت لوائح رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والتي احتوت على تشكيلة جميع مكاتب التصويت في مختلف الولايات الداخلية وفي الخارج. وتشير أرقام اللجنة إلى استدعاء 1,544,132 للتصويت في 3,796 مكتبا، من ضمنهم 45 مكتبا للموريتانيين في الخارج سيصوت فيها 20,457 ناخبا، وهو أكثر من عدد الناخبين في ولاية إنشيري التي يصوت فيها 16,695 ناخبا في 43 مكتب تصويت كأقل نسبة ناخبين من ضمن الولايات الموريتانية. وتحتل مدينة نواكشوط الصدارة حيث يصوت فيها 357,324 ناخبا في 732 مكتب تصويت في الولايات الثلاث. وتشير أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن 672,891 من المسجلين على اللوائح الانتخابية ينتمون للفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، وهو ما يمثل 43.57%، وهو أقل بقليل من نسبة الناخبين من الفئة العمرية ما بين 36 و60، والذين سيصوت منهم في هذه الانتخابات 675,400 ناخب بنسبة 43.73%. وتشير ذات الأرقام إلى أن 195,614 ناخبا هم من الفئة العمرية ما بين 61 عاما و99 عاما، أي بنسبة 12.66%. وبحسب ذات الأرقام دائما، فإن واحدا من كل 10,000 ناخب موريتاني قد تجاوز 100 عام، وهو ما يشير إلى أن نسبة الشباب تمثل أكثر من نصف الناخبين في رئاسية 2019. عبد الله للنهاية الساحل تي في نواكشوط. قال المترشح محمد شيخ محمد أحمد الغزواني إنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا للبلاد على خلق 50,000 فرصة عمل لصالح الشباب، سعيا لتوفير الظروف المعيش المناسبة لتمكين هذه الشريحة من لعب دورها الفعال في العملية التنموية في البلد. جاء ذلك خلال تفعيل أداء الإدارات والهيئات والمؤسسات على خلق فرص العمل وتشجيع الهيئات وتشجيع الشباب كذلك على ولود سوق العمل وابتكار المبادرات وإنشاء المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال مهرجان شعبي في مدينة زويرات عاصمة ولاية دير الزمور أنه سيعمل على تحقيق تنمية اجتماعية شاملة يستفيد منها كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق الحكامة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات العمومية. سيدي محمد أبو بكر إنه ليس مرشحا لأي حزب أو جهة، وليس عليه ضغط أو نفوذ من أي جهة كانت، وإنما مرشح للموريتانيين جميعا. وأكد أبو بكر في مهرجان شعبي بمدينة كهيدي أنه في حال انتخابه سيعمل على التسوية الفورية للمشاكل التي يعانيها المواطنون وإيجاد فرص عمل للشباب الذي يعد أولوية ضمن برنامجه الانتخابي حسب تعبيره. المترشح سيدي محمد بوبكر بوسالف وفي أول محطة له بولاية غرغل خلال جولته الدعائية في ولايات الضفة استقبله مؤيدوه في مدينة بود بجملة من المطالب تعهد لهم بتحقيقها في حالة فوزه في الانتخابات التي جدد تأكيده بحسمها من الشوط الأول. الموريتانيين والموريتانيات اللي في هذه الحملة الانتخابية عبروا عن رأيهم بوضوح انهم ماشيين رسالة اخرى، ماشيين رسالة للسلطة، وقايلين لذاك اللي يصور على الانتخابات تقدر تنحسم في الشوط الاول لغير التغيير انه غالط انه غالط انه غالط. هذه الانتخابات الدور تبرهن على ان الموريتانيين ما هم لا هي قبلوا تزور اصواتهم، وعلى انهم يدوروا يحسموا هذه الانتخابات من الدور الاول لصالح التغيير. المحطة الثانية التي كسرت الروتين تجسدت في وقوف المترشح على سد فم لجليتا ولقائه بالمزارعين المتضررين من انعدام مياه الري التي يمكن جلبها من السد، وهو ما أكد المترشح على تلبيته في حال تسكيته رئيسا للجمهورية. التجال هو اللي أدى بنا إلى أن هذه الأموال اللي تستنفذ في مشاريع ما هي مدروسة، ويخلي الإمكانات الحقيقية تهدر. وأنا بعد ألتزم إن شاء الله أني هذه المطالب اللي انطرحت واللي أراها وجيهة وصادقة إن شاء الله أتجاوب معها بسرعة. ختام رحلة غرغل وقعته مدينة كيهيدي بمهرجان خطابي حمل رسائل عدة نفى خلالها المترشح أن يكون واجهة لأي طرف بعينه. أنا ماني مرشح حزب ولاني مرشح جهة ولاني مرشح نفوذ أي ولا ضغط من أي جهة كانت، أنا مرشح الموريتانيين جميعا. بمهرجان مدينة كيهيدي تكون المرحلة الثانية من جولة المترشح قد قطعت شوطا مهما بعد إنهاء محطات ولايتي قدماغ وغرغل. تميز خطاب المرشح سيدي محمد أبو بكر في مهرجان كيهيدي اليوم بتأكيده على أنه ليس مرشح حزب معين أو جهة معينة، بل هو مرشح الموريتانيين كما قال. أحمد نسيد أحمد من مدينة كيهيدي ولاية غرغل، الساحل تيفي. قال المرشح لرئاسيات يونيو 2019 برام ولداه العبيد إن سكان مدينة روسو سيحررون موريتانيا و ينتشلونها من الفساد والظلم والاضطهاد الذي عانى منه شعبها زمنا طويلا. وأكد المترشح خلال مهرجان انتخابي في مدينة روسو أن الاستقبال الكبير الذي خصصه له ساكنة مدينة روسو والحضور بالآلاف للمهرجان له أوضح تعبير على أنهم عازمون على التخلص مما أسماه الظلم الجائر أو النظام الجائر ومن من يمثلونه ويسيرونه في فلكه حسب تعبيره. وأضاف أنه لن يتخلى عليهم طيلة حياته، وكذلك محولا الخروج من الباب والدخول من النافذة. قال المرشح الرئاسي محمد والمولود إنه في حال فوزه بانتخابات 22 يونيو سيعطي الأولوية لفتح المنافسة أمام المصدرين وغلق باب الاحتكار وخلق منافسة حقيقية خاصة في المواد الاستهلاكية الضرورية يستفيد منها المواطن ودعم الثروة الحيوانية في الولاية الرعوية وخلق نشاطات اقتصادية في الولاية
وقال المولود خلال مهرجان انتخابي بمدينة تشيكجا إن برنامجه الانتخابي يتضمن حلا شاملا لكل القضايا المطروحة للمواطنين بالعمل على تثبيت الأسعار وخفض بعض أسعار المواد الضرورية وخاصة سعر الوقود والدواء على كافة التراب الوطني. وتعهد المترشح بالعمل على دعم الشباب والتشغيل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والقضاء والاقتصاد والبنى التحتية والعمل. ترأس المترشح لرئاسيات يونيو الجاري محمد الأمين المرتجي الوافي مهرجان انتخابي بمدينة عيونات زبل بأبرز وتحدث في أبرز محاور برنامجه الانتخابي الذي يعالج مشاكل التعليم والصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والأمن الغذائي. أوضح المترشح أنه خلال مشروع سياسي ولن ينتهي بانتهاء الانتخابات، ذلك أنه شرع في إنشاء حزب سياسي يكون وسيلة لإيصال خطابه السياسي للشعب الموريتاني حتى يصل إلى كل أسرة في هذا الوطن. وبين أنه يركز على الشباب باعتباره مرشح الشباب الذي يعاني البطالة والتهميش من قبل السياسيين، متعهدا بدعمهم في حال فوزه. قال المرشح لرئاسيات يونيو كان حامد بابا إن برنامجه يركز بشكل أساسي على خطة استعدادية تتضمن إصلاح التعليم والصحة والزراعة وفك العزلة وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والعدالة الاجتماعية للمواطنين. أضاف المرشح خلال مهرجان شعبي بمدينة روسو عاصمة ولاية ترزا أن برنامجه الانتخابي يمنح المرأة مكانة متميزة تستطيع من خلالها تملك الأرض وإقامة مشاريع زراعية تسهم في النهضة الزراعية المنشودة من جهة والتنمية الشاملة من جهة أخرى. وقال حامد بابا إن برنامجه الانتخابي يعطي كذلك عناية كبيرة للمواطنين في الأرياف عبر إقامة البنى التحتية الضرورية وتوفير القروض الميسرة وخلق وظائف للشباب. تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو غيابا للمرأة عن قائمة المترشحين، فيما يرى البعض أنها ظلت حاضرة في مختلف تفاصيل المشهد الانتخابي محافظة على مكانها في الصف الأول في حملات المرشحين الستة. ويرى متابعون أن دور المرأة في هذه الانتخابات ظل دون المأمول إذ يقتصر على حضورها في التنسيق والدعم والتحسيس. بما أنها نصف المجتمع فهي تشارك مجتمعها أفراحه وترسم معه معالم مستقبله. إنها المرأة الموريتانية في الساحة السياسية. هنا تحضر الأم لتشارك ابنها خطواته الأولى في عالم السياسة المليء بالمطبات، كما أمنت له الدرب في أيامه الأولى في الحياة. ولئن كانت زوجة فلها الحق أن تشد عضد بعلها وهو يقارع المنافسين ويوجه خطاباته للمواطنين ليصوت له في انتخابات رئاسية هو ليس فيها من الزاهدين. وبين الأم والزوجة تأخذ السيدة الموريتانية مكانتها رفقة كل مترشح، فمن لم يمضي وأهله في الحملات الانتخابية كمحمد المولود وكان حميد بابا وسيد محمد المبكر كانت نسوة المدينة خلفه تؤازر وتؤيد. فبالسياسة تولد من الأخوات ما لم تسعه بطون الأمهات. المهم أن تقتنع المرأة بخطابك السياسي. في انتخابات 22 يونيو هناك 6 مترشحين ظهروا وأهلهم في المشهد الانتخابي، التقطتهم الكاميرات وضجت بهم وسائل التواصل الاجتماعي كسابقة من نوعها في مجتمع غلب عليهم الحياء فتلثموا. لثام أماطته المرأة الموريتانية وأخذت على نفسها العهد أن تساهم في قادم البلد، فخلف كل عظيم امرأة. محمد عمر بلول، الساحة تي في نواكشوط. نشرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل. ستة مترشحين الانتخابات 22 يونيو 2019. قناة الساحل تنقلك إلى قلب الحدث عبر تغطية حية ومباشرة. نواكب رئاسيات 2019 بتقارير تغوص في عمق الخبر وتحيط به من مختلف الجوانب وترصد صداه لدى المواطن.
نشرات إخبارية وبرامج تحفظ للخبر قدسيته وتتيح للخبراء والمحللين نافذة للتعليق في تغطية عمادها المهنية والدقة والموضوعية والحياد. قناة الساحل، تغطية متواصلة لرئاسيات يونيو 2019. أهلا بكم من جديد. أدى قائد قوة براخان الفرنسية المنتشرة في الشمال المالي الجنرال فريدريك بلانشو زيارة لموريتانيا، التقى خلالها مسؤولين عسكريين كما زار مناطق شمال البلاد. وعقد الجنرال الفرنسي لقاء مع قائد أركان الجيوش بموريتانيا الفريق محمد الشيخ محمد أمين الملقب برور. وقال الجيش الموريتاني إن اللقاء تناول علاقات بالتعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا وفرنسا، مردفا أنه عرف تشاورا ونقاشا للتنسيق حول مختلف القضايا الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى سعي القوة الفرنسية إلى الاستفادة من التجربة الأمنية الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي موضوع ذي صلة، أعلن الجيش المالي تصفية نحو 20 مسلحا شمال شرقي البلاد في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة براخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل، حسب ما جاء في تغريدة للجيش على تويتر. ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى تنشط في منطقة مينكا أو ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر. ولا تزال مناطق شمال مالي منذ مارس 2019 تحت سيطرة جماعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة، وقد طرد قسم كبير منها بعد تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا تحت اسم قوة براخان. فاز المنتخب الوطني المرابطون على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في ملحق ملعب مراكش الكبير بالمغرب في إطار تحضيرات الفريقين لكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر. تقدم منتخب مدغشقر منذ الدقيقة 20، لكن المنتخب الوطني أدرك التعادل بعدها بدقائق عن طريق الظهير الأيمن مصطفى جو. وفي الشوط الثاني سجل المرابطون هدفين حمل إمضاء كل من أدم با في الدقيقة 53 وإسماعيل جاكيتي في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. من جهة أخرى، احتل المنتخب الوطني المرتبة الثالثة بعد البيئة في ترتيب الفيفا للمنتخبات الخاص بشهر يونيو. جايين باش نشجعوا المنتخب ونتمنوا له التوفيق في المباريات ديال المقامه في مراكش وفي لاكان ان شاء الله، بوركوا با نقول البطوله. دكتور علاء من الاردن، جيت نشجع منتخب المرابطون احبابنا واصحابنا. جينا من العيون باش نشجعوا منتخبنا، ورعناهم في مراكش، حضرنا الحمد لله اليوم وفرحانين ان شفناهم، نتمنوا لهم التوفيق ومعاهم في السراء والضراء، وما غدانا فيهم يخسروا والله يقن معاهم دائما قلبا وقالبا، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. انا طالبه موريتانيين جينا نقرا هنا في مراكش، جينا سبورت المنتخب ماتش اليوم ضد منتخب مدغشقر. ان شاء الله كانت مباراه زينه سيرتو في الشوط الثاني مع دخول ادم با واللاعبين الاخرين، تبارك الله ان شاء الله كان اداء ممتاز، ورانا ساكنين ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الكان ان شاء الله. وطالبين من الشعب الموريتاني كامل يأزر المنتخب به لهذه المرحلة، مرحلة انتقالية في تاريخ الكرة الموريتانية. يلا كاملين نعودوا وراء المنتخب ونشجعوا ونعودوا كاملين وراه، ياك يحقق أكبر إنجازات ممكنة. طبعا هذه كاليفيكاسيون التالية تعتبر إنجاز حد ذاتها، معناها أنه هون
ما نبقوا نضغطوا على المنتخب به اللي بحد ذاك فات عاد الانجاز. نشوف ان شاء الله طالبين عند ولا عن يوفق المنتخب ان شاء الله. مبارك شعب موريتانيا كامل على هذا الفوز، مباراه وديه، مباراه مهمه، تحدد الطريقه اللي يلعبوا بها الجوار، وطبعا اداء ممتاز ويتموا على هذا الريتم. سطوتروها ماتش ما معقول بيه، زين ما شاء الله اداهم زين حتى. ويعني من المنتخب الوطني اللي يلعب اليوم وجينا نشجعوه، ما شاء الله كان اداء مشرف 3-1. ودائما مازال هون في مراكش ان شاء الله وفي هذا نتم وشجعوه في مباراته القادمه يوم 18. مشجعين ما شاء الله المنتخب الوطني واداؤه زين ما شاء الله مشرف يرفع الراس، وهذا الشيء زين. هذا الاداء العدل ما شاء الله مقنع اداء ونتيجه، وراجين عن ان شاء الله ونتاهلوا الادوار النهائيه في الكاف ان شاء الله، لك وراجين ان شاء الله. نهايه اخبار السادسه تذكير بالعناوين. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن اللائحة النهائية للناخبين وتوزيعهم على مكاتب التصويت في رئاسيات يونيو 2019. المترشحون لرئاسيات يونيو يكثفون نشاطاتهم الدعائية قبل أقل من أسبوع على مواد التصويت في رئاسيات يونيو. وتتابعون في النشرة أيضا، كما تابعتم في النشرة، المرأة الموريتانية غائبة عن لائحة المترشحين، حاضرة في خطاباتهم وحملاتهم الدعائية. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء بحول الله.